اسمع مني مشاهدينا مع المعالجة النفسية والأستاذة الجامعية ديالا عيتاني. أهلا وسهلا فيكي دكتور ديالا. ماشي الحال؟ الحمد لله كثير. أنا كثير مبسوطة أنه الثلاثة ثاقبت عم شوفك. أنا كمان. واليوم موضوعنا كثير مهم وبيعني لي أنا شخصيا كمان. رح تحكي عن عصبية وعدوانية الولد اللي عمره سنتين سنتين ونص وثلاثة. مزبوط. فأنه أول سؤال بيطرح نفسه علينا هو أنه معقول ولد هالقد صغير يكون أصلا معصب؟ هي معروفة بالتربل تو، يعني بصيروا اوكي الولد عمل تانترم هالعدوانيه فجأة، بتشوف الاهل ظاهرين مع الولد وفجأة بيقرر انه يعصب، يتضايق، يصرخ، امرار يضرب، امرار يوقف هيك بنص المحل ويصير يهدد انه مثلا ما بده يكفي المشوار معهم. وهيدي كلها امور بتكون ناتجه بهالعمر، بتبلش تقريبا من السنه ونص للاربع امرار معقول تمتد، لانه في كثير تغيرات عم يمرق فيها الولد. يعني حتى هيدي مرحلة عمرية الولد عم بجرب يكتشف الأمور لحاله، عم بجرب ياخد هو الانيشيتيف، هو بده ياخد المبادرة، وبالطريقة بيصير مثل كأنه بده يفرض شخصيته، بده يعرف شوي مين هو، بده يكون عنده المجال أنه هو يقرر بهيدي الطريقة، ما بين انه ما عم بيعرف شو عم بيصير، واضافة لعدة تغيرات بتكون مثلا بالجسد بنسميها الجروث سبيرت، يعني بيصير في بيكبر بسرعة، او حتى بيصير في اشياء دماغه بده يلحق عليها، بيصير في بيتعلم الكلام، بيتعلم التعامل مع الاشخاص. إضافة أنه هيدي مرحلة كتير مهمة للمشاعر الثانوية بنسميها، يعني من عمر 6 شهور بيخلق الولد مع المشاعر الأساسية مثل السعادة، الخوف، الحزن، ولكن بعد يعني بتقريبا عمر 2 سنين ببلش يكتشف الغيرة، ببلش يكتشف الشعور بالذنب، هيك النوع من الحياء والخجل. وهو اللي بيكونوا جديد، بيكونوا مشاعر عم تخلق فجأة مع التعلم، مع الأمور اللي صار واعي لها أكتر، مع أنه أنا بدي أعرف ذاتي، بدي أكتشف مين أنا. فإذا هذه المرحلة يعني فينا إذا بدي أعمل ريزومي لحديثك أنه هي لأنها مرحلة انتقالية، دايما نحن بحياتنا كل مرحلة انتقالية هي شوي صعبة. مزبوط. كمان كنا أو حكينا شي مرة عن المرحلة الانتقالية بين الطفولة والمراهقة. صحيح. بين المراهقة والرجولة. مزبوط. أو الأنوثة. مزبوط. فكمان هاي بس ما انتبهنا لها ولا مرة. صحيح. أنه ولد بعده كتير بيبي وعم يبلش يوعى الحياة. مزبوط. ويدرك لمس الأشياء أو علاقته بالأشياء. هو بيصير بيكون في خلص صار أوعى للأمور، صار عم بيشوف الأمور اللي حده، صار في مشاعر جديدة، وهون الأولاد ما بيعرفوا يتعاملوا مع المشاعر. يعني كتير أمرار منلاقيه عصبي، ولكن فعليا هالعصبية والبكاء المفاجئ والعدوانية معقول تكون تعب، معقول تكون عدم معرفة التعبير، معقول تكون نعاس، تكون غضب، ما بيعرف تكون يقول. صحيح. أو أمرار بيمتص من العدوانية اللي حواليه، يعني الولد بيتعلم إذا كانت الأم عم بتعصب عم بتعيد بصير هو بيجرب شوي، إذا شاف كتير مشاكل كمان بيأثر عليه بصير هو بصير يقلدهم. بصير بيقلدهم. صحيح. طيب وكمان بتحسي يعني أنا لأنه عندي التجربة مع البيبي الغالية، بنتي عمرها ما صاروا 3 سنين، إيه عم بحس هلا إنه عندها صار لأ كتير وشخصيه مستقله، بقول انا بعد بكير لا عم تعمل هيك. صحيح. فحتى ما بتخليني يعني انا اعمل لها الشغلات هي بدها تعملها وما بتعرف. صحيح. بهالعمر ما طبيعي. بيحبوا طبيعي هيدي مرحله اللا، هن كثير بيحبوا يقولوا لا، ولكن ما بيحبوا حدا يقول لهم لا. يعني هون بيصير المشكل بين مثلا الام واولادها، اذا هي عم تجرب تقول لهم شو يعملوا هون بيكبر العدوانيه، بصير اذا هي عيطت بدهم يعيطوا اكثر، اذا هي رفضت بدهم يرفضوا اكثر. مشان هيك بنقول بهيدا العمر خاصه بالمرحله يلي الولد بده يجرب الامور لحاله، نعطيهم مجال ونعطيهم اكثر شيء مثل نعطيهم اوبشن، يعني بدل ما نقول له مثلا هلا بدك تلبس، بتحب تلبس قبل ولا تاكل؟ حلو. دائما الخيارين كثير مهم خاصه بهالعمر. هو بحس حاله نفسه انه اخذ القرار وسيطر، بس عمليا انت اللي سيطرتي لانك خيرتي بين شغلتين. بين شغلتين انت بدك اياهم. صحيح. مظبوط. حلو كثير يعني هيدي لعبه وكثير مهمه انه هو يحس هون، لانه بتبلش شوي الثقه بالنفس، يعني بتحس كثير اهل بدهم الولد يكون عنده ثقه، بده يختار، بيعرف شو بده، ولكن كل الوقت هن عم بيختاروا عنه، كل الوقت عم بيقولوا له شو يعمل. هيدا العمر كتير مهم انه يكون عنده الولد الخيار، اكيد مثل ما قلت انه اثنيناتهم هن قبلانين على مثلا على القرار، ولكن هو يحس حاله انه عم ياخذ القرار. عم ياخذ القرار. حلو كتير. يعني اذا انا بدي ابني ياكل
او اذا بدي ابني ما ياكل، في فرق. اذا بدي ياكل بقول له بدك مثلا زعتر ولا لبني، بدي اعطيه الخيار. مزبوط. بس اذا ما بدي ياكل بقول له مثلا بدك تاكل ولا ما بدك تاكل، او فبقول ما بدي اكل. او حتى امرار بخيره بامور تانية انا عبالي، يعني مجرب استعمل شوي الاسلوب الايجابي معه مثلاً. يعني بدل ما اقول له لا ما تقعد هون، لا بفضل انه تعمل مثلا هيدي الاكتيفيتي، او بدل ما امنعه عن الامور لانه الولد ساعتها بدي، طب اذا هاي لا وهاي لا انا شو بعمل. فبجرب استعمل الاسلوب بنسميه الاسلوب الايجابي، ووضح له انه بتحب تعمل مثلا هيدي الاكتيفيتي او الاكتيفيتي الثانيه، بتحب تظهر معنا اول شيء، بتحب مثلا نروح هذا المحل او هذا المحل. أوكي. وهون ساعتها بيستعمل الاسلوب الايجابي وبيستعمل اتخاذ القرار، وبحس انه ما حدا عم بيفرض عليه شيء، بالعكس صار عنده هالوعي شوي انه لا انا عندي ثقه، انا بقرر، انا مهم، عم بيسالوني، انا عم بيستشروني. لانه كمان مرحله كتير بتكون فيها يعني الايجو عالي، انه بيرجعوا شوي للانا اكثر. فالاهل اللي بيقولوا انه انا ابني عم بيستفزني، ابني عم بيجرب يكون عدواني معي ضدي، بس هذا بيصير. هو مزبوط، بس هو مش قصدا ضد الاهل، لانه هو اصلا مركز على نفسه حاله. هو صحيح وعم يكتشف حاله انه انا قادر حالي. انه قادر حسس امي هيك يعني شغل صح. وأمرار هذا نوع من كمان الاتنشن، يعني مش دائما جلب الاهتمام بطريقه ايجابيه. أمرار اذا عيت الولد كثير والام دغري ركضت وعملت له اللي بده اياه، هذا نوع من جلب كمان جلب الاهتمام. أمرار اذا قالت له كثير لا، معناتها صار في حوار اكثر، معناتها صار في نقاش اكثر، كمان نوع من الاهتمام. هو شو لازم، ما لازم ننفذ له كل شيء بلحظتها؟ حسب، يعني هون الأهمية الاختيار في الأمور منقول choose your battles، الأمور اللي بتقدر بالعكس يعني يعني تمرق ونقول له إيه على الولد حلوة تحسسي إنه لا عم نسمعك، عم نعطيك الحب، قادرين ننطر مثلا أنت الأولوية. ولكن أكيد الأمور اللي الأهل بيشوفوها أنه لازم تتأجل أو لا، ساعتها بيقولوا له أنه نحن حنرجع مثلا نأجل الموضوع. ولكن أكيد إذا وعدوا بشي لازم يجربوا عشان ما يطلعوا كذابين. صحيح. ايه. طب أنا في شي بعاني منه مع غالية، إذا هيك نعمل وصفة هلا. مثلا بطلب منها تضب غرادة، صح، أنه بدي أعلمها الترتيب، بتقول ما بترد، ما بدها. وما انا بزعل، لما انا ازعل بتصير هي تبكي انه ما تزعلي مامي. طيب وبس ما بتضب، يعني ما بدها اياني ازعل وما بدها تنفذ اللي لازم مطلوب منها. صحيح. هلا شو الحل؟ كثير صعب. امرار مزبوط، امرار ليعمل الولد يعني شيء معين، خاصه اذا هو بحبه، اول شيء مثل ما قلت انه انت عم تزعلي من تصرف، يعني هون مهم انه الاهل زعلوا من تصرف معين. أي. ولكن ما زعلوا من الولد او بطلوا يحبوه. في كثير ناس بيقولوا خلص انا ما بقى احبك، او لا. انت زعلتيني، او انت عم تعملي هيك في لازم نحدد انه انا زعلاني لانك ما ضبيتي، يعني ما عندي مشكل مع شخصيتي. مزبوط، انا زعلاني من هيدا التصرف بالذات. امرار يمكن اذا قلت لها تعي شوفي انا كيف عم رتب اغراضي لحتى انا أعرف أكثر كيف استعملهم بعدين، وبالتالي عم تعملي له ميرورينج إنه تعلمي كيف أنا بعمل. في أمرار بتعطيها الإيجابيات الشغلة، يعني إذا رتبتي أوضتك ساعتها بتقدر تلاقي الأمور أكثر، ساعتها بتكون أريح لإلك. في أمرار بتعطيها إنه لما تدبي أوضتك ساعتها فينا نعمل مثلا فينا نرجع نظهر، يعني ما بيكون شرط، بيكون نتيجة. أمرار كلهم ما بينفعوا، إذا الولد ما بده ما بده، إذا عنيد. لكن برجع ما بجرب عند كتير معه، بعطيه مثلا مجال لا، وقال خلص كل الوقت حترجع انت تدبيها، يعني بيصير ليصير مراهق. ساعتها برجع بتعفكر عنده اني رجعت وقت المراهقه، بيرجعوا شوي بيستعيدوا بعد العناد اللي ببلش عمر السنتين. بس مثلا انا بنقب اوكي فينا نعمل شيء ثاني، ولكن اعطيني وقت امتى حترجعي مثلا تدبي اغراضك، او اليوم قبل ما تنامي بدك تدبي اغراضك، بدك نظهر اول، يعني بتعطيها مجال، ولكن في الكادر المعين اللي هي بدك تدبيها. ما دبيتي قوتك اليوم يمكن بكره ما في ظهره، يعني بعطي ما بدي اقول عقاب، ولكن عقوبه اللي بده يصير بعدين شو حي، يعني شو النتيجه. ولكن بدي جرب قد ما في انه الكلمه تاعي تقولها بطريقه واضحه، بطريقه اتاكد انه وصلت للولد، يعني انه فهمين علي ولا ما فهمين. وفكره الوقت مهمه، انه طيب بدك بعد شوي نضبهم،
يعني انا اعطيت مسافه او مساحه مزبوط. ان هي ولكن انا عارفه انه رح غير مزبوط. هلا اذا عصبت وعيطت هون كمان مهم انه ما يدور العناد اكثر بين الاهل، يعني انا بجرب قد ما فيي، وهون كمان نقطه كثير مهمه كيف الام او العائله تقدر تسيطر هي على مشاعرها على غضبها لحتى ما يصير في الغضب الزايد بالبيت. اوكي انا حجرب سيطر، حجرب سيطر على مشاعر، حتخلصي انت مثلا صراخ او بكي او استفزاز او هالامور التصرفات اللي نحن ما بنحبها، ومن بعدها حنرجع نحكي. نكفي حنرجع نحكي او حنرجع يعني نعمل شيء يعني متركة معصبة مثلا وناطرين يلا لما تخلصي بنحكي. هيدا الشيء بيستفز اكثر الولد انا بتجربتي، بس بيتعلم انه انا ما فيني كفي، بجن انه انا تركته وهو عم بيعمل شيء غلط. انا عم بقول له انه هذا التصرف غير مقبول، خاصة وقت تكوني بمحل وخلص مثلا تنقول عم بيلعبوا بمحل معين وبدكم تروحوا. اوكي هون مهم اول شيء تعطيهم مجال، يعني بعد 10 دقائق رح نترك، بعد شوي بعد 5 دقائق، لانه الولد ما بحب التغيير المفاجئ. بعد ما تعطيها مثلا مره اثنين ثالث مره بيكون هو عارف حاله، بصير بجرب هالاسلوب اللي انا بعيط بصرخ لانه ما حبيت مثلا هالشيء اللي طلبتيه مني. شو بعمل هون؟ هون بجرب قد ما في باخذ نفس، بجرب روق اوكي، وبقول له انه اوكي خلصتي انه انا رح امشي. اوكي هذا التصرف ما رح يخليك نبقى اكثر، مش انه اوكي خلص لا ما تعيطي ما تبكي دخيلك العالم حواليك وتلبكت. ما الولد بيستعمل هيدي الطريقه انه ماما ما حتعمل شيء قدام الناس، وهون ساعتها انا لا بجرب حافظ على اعصابي قد ما فيي، ببعد شوي بخبر الولد انه هذا التصرف مش مقبول، ما فيك تستعمله كل مره. امرار اذا كان كثير عدواني بجرب قد ما فيي هيك هديه امسكه، هالعفطه الغمره بتزيد الاوكسيتوسين يعني بتهدي الولد، وبالتالي عم بقول له اوكي انا بعرف انك انت معصب، بعرف انك مضايق، انا حدك، ولكن حتى هالشيء مش مقبول، يعني ما بدنا نستعمله منه اسلوب لحتى تاخذ انتباهي. انا بعرف انه في امور ما بتحبها، يعني عم بقول انه مشاعر، بعرف انه انت يمكن ما يعني ما تحب هول المشاعر، ولكن بدك تجرب تروق ولحتى نقدر نرجع نحكي او يعني اعرف شو عم بيصير معك ليش هيك عم بتحس. يعني لازم نوصل رساله كانه ديالا للولد انه هيدا الاسلوب ما رح ينفع، ما تفكر اذا ضغطتني بالقصه النق انا رح اعمل اللي انت بدك اياه. على فكره بس انه شيء كثير شاق الحقيقه. صحيح وقت صعب، مشان هيك بنسميه مهم شاق يعني التربيه، مشان هيك ادله الام لازم هي ترجع تهتم هي بحالها، تعرف كيف تسيطر على غضبها، تعرف انه امرار هي ما بتقدر، مشان هيك بتستعين بالمساعده يكون العائله حواليها. امرار بتقول واكيد في كثير اهل يعني طبيعي يعيطوا، بترجع بتقول لهم انا بهيدا الفتره مثلا استعملت اسلوب منه لائق مثلا فانا بعتذر، وهون بتكون عم بتعلمه بتعتذر من الولد اذا حست حالها فقدت اعصابه. وهون بتكون عم بتعلمه كمان انه لا صحيح انه واحد يعتذر واهميه الاعتذار بين العلاقات بالزبط. يعني وانا ماني مثاليه على فكره، كمان رساله انه انا امك بس انا ماني مثاليه بغلط، كمان بتحسس الولد انه كمان هو في غلط بمعنى مش بجديل يعني. واثنيناتنا بدنا نتعلم كيف نعرف مشاعرنا اكثر، كيف نسمي بعض المشاعر، انه انا هلا حسيت بهذا الشعور، هذا بده يقلب بهالطريقه. امرار الولد ما بيعرف شو هو الشعور، وبالتالي خلص التصرفات بتصير عدوانيه. هون انا بدي اجرب شوف اساله طب حاسس شوي معقول تكون زعلان، معقول تكون تعبان، فينا نجرب ننام مثلا، فينا نجرب نعمل روتين معين بيقدر يفيدنا لحتى ما تكتر هالعدوانيه. كثير حلو فكره نحن نعلم الولد، يلا قلت فكره مهمه، نعلم الولد كيف يعنون مشاعره. صحيح، لانه عمليا نحن وكبار اوقات، يعني انا مثلا اوقات ما بحس ما بعرف اذا جوعانه ولا تعبانه ولا نعسانه، فكيف ولد؟ صحيح، فانه كثير حلو انه انت شو بك بالضبط؟ جوعان؟ وحتى ما بيعرف يجاوب كمان بأكثر من الاوقات. اكيد، بس ساعتها بتنتبه شوي انه يمكن كل يوم بهالوقت الولد عم بيصير عدواني او عم بيعصب او عم بيعمل مشاكل، يمكن مثلا يكون نعس او لما يجي من المدرسه معناتها بتفترض تعبان بهالوقت. مزبوط، امرار في ولاد عندهم نوع من الكاركتر او تمبرمنت انه ما بيحبوا مثلا الامور الجديده، فبحس اذا اخذته على محل جديد توتر، هيدا نوع من تنقول التوتر الاجتماعي. بتعرف شو الفكره؟ صحيح، يعني انا مره مثلا ظهرت ولادي بعد المدرسه دغري زياره، كانت
كيرسة يعني. صحيح. لأن كيرسة عرفت انه ما بيظهروا الاولاد بعد المدرسه بعد 3:30 4 تعب. صحيح. وهذا التعب بده ينعكس سلوك سيء. مزبوط. وعن الناس كمان، فخلص بخلال الجمعه ممنوع الظهره. وامرار ما بتعرف الام، واللي هي كثير وضع طبيعي، مشان هيك بنسمي صرنا نقول الجود انف مام. يعني اليوم ما في ام مثاليه وما في تصرف، لا ابدا ابدا مش مطلوب. سميناها الام الجيده، يعني الجود انف، انه انا على القليله عم جرب عم بحاول. مش دائما رح افهم الولد، امرار انا ما بفهم حالي. نعم. امرار في امور خارج عن السيطره، عم يحكوا موضوع انشا وما بتفهم عليهم. صحيح. كيف اذا ولد عن جد مش عارف مشاعره وما بيعرف يعبر؟ وبدي اعرف انه طبيعي يكون في امرار ايام صعبه، طبيعي في امرار حلوه اكثر، مرحله صعبه صحيح، لانه فيها كثير تغييرات، وفيها بدي يكون هيك صبوره بالزبط. شوي لحتى تقدر تقطع على خير، واعطي الولد فرصه لحتى يبني. نعم. ودائما بتنحل الامور على كل حال بوجود حدا مثلك مختص ومثل زملائك ديالا. بدي اتمنى لك الخير، ولعلنا نلتقي في يوم ثاني كمان. شكرا جزيلا مشاهدينا.